أهلا بكم مشاهدينا لنشرة التاسعة من ليبيا الأحرار، والبداية بأبرز العناوين. أهالي المعتقلين الليبيين في السعودية يؤكدون سعيهم لتدوير القضية ويحملون الرياض مسؤولية سلامة أبنائهم. مرور 3 سنوات على توقيع الاتفاق السياسي بالاسخيرات المغربية وسط آمال تعلق عليه وخلافات تدور بشأنه. بعد تكرار الخروقات الأمنية وارتفاع وتيرة الجريمة بالمدينة، داخلية مؤقتة تكلف مديرا جديدا لمديرية أمن بنغازي. أهلا بكم. طلب أهالي المعتقلين الليبيين بالسعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبنائهم الذين اعتقلوا في السعودية أثناء أدائهم مناسك العمرة في يوليو 2017. وأكد الأهالي في وقفة احتجاجية الاثنين أمام القنصلية السعودية بإسطنبول، أكدوا سعيهم لرفع قضيتهم أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مناشدين مؤسسات حقوق الإنسان بالعالم الوقوف معهم للإفراج عن أبنائهم. قضية المعتقلين الليبيين في السعودية تعود إلى الواجهة من جديد. احتجاجات لأهالي وأسر المحتجزين أمام القنصلية السعودية بإسطنبول للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الذين احتجزوا بمطار جدة أثناء عودتهم لليبيا بعد تأديتهم لمناسك العمرة في يوليو 2017. مخاوف الأهالي بدت واضحة من أن يلقى أبناؤهم مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث دعوا السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أبنائهم، مؤكدين أن الاعتقال يتنافى مع القوانين والأعراف المعمول بها دوليا. الأهالي لوحوا برفع قضيتهم أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاسترجاع أبنائهم، وناشدوا في الوقت ذاته مؤسسات حقوق الإنسان في العالم بالوقوف معهم لاستعادة أبنائهم. نقف اليوم أمام القنصلية السعودية لنرسل رسالة إلى ملك السعودية وكافة ساستها أننا لن نتخلى عن أبنائنا وإرجاعهم إلينا، فأبناؤنا لا علاقة لهم بالتجاذبات السياسية في ليبيا داخل أو خارج ليبيا خاصة. في الوقفة الاحتجاجية بدا التأثر واضحا على أطفال المعتقلين وزوجاتهم. هنا تحاول زوجة المعتقل محمود بن رجب حبس دموعها دون جدوى وهي تطالب بالإفراج عن زوجها. يعني يرجع لزوجي وعلى المعتقلين أصحابه محمود بن رجب وجميع المعتقلين معه. وهنا أيضا يناشد محمد الزعيط والد المعتقل حسن الزعيط السلطات السعودية والمنظمات الدولية تدخل للإفراج عن ابنه وبقية المعتقلين. بعد الإفراج والتدخل للإفراج عليهم فورا، لأنهم ناس دخلوا السعودية بإجراء قانوني وبتشيرة رسمية وداخلين على أساس أداء يعني العمرة. مخاوف الأهالي هذه عززها تقرير نشرته منظمة الأورو متوسطي بداية الشهر الجاري، عبرت فيه عن قلقها حول مصير المعتقلين بعد ورود شهادة من سجين سابق بأحد سجون الكرامة شرقي البلاد، أكد فيها مشاهدة أحد المعتقلين 3 محمد الخضراوي هناك وهو يعذب، ما دفع العديد من الحقوقيين إلى التخوف من استغلال السلطات السعودية المشاعر المقدسة للصياد معارضيها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول منسق تظاهرة المعتقلين الليبيين في السعودية سيد عبد الباسط يربوع. أهلا بك سيد يربوع، ما المطالبات التي نادى بها والتي يرجوها الأهالي الذين شاركوا في هذه التظاهرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله فيكم على التغطية التي قمتم بها اليوم. مطالبتنا كانت واضحة وصريحة، وهي مطالبة مشروعة يطلبها كل مظلوم. طلبنا اليوم من ملك السعودية
ومن الدولة الليبية المسارعة في الإخراج عن هؤلاء الشباب الذين تم اختطافهم في أثناء أداء العمرة حينما دخلوا إلى السعودية بتأشيرة عمرة وهي تعتبر يعني تأشيرة أمان، فدخلوا أداء العمرة والآن قرابة سنتين لا نعلم عنهم شيء، والأنباء في ذلك متضاربة بين أن تم تسليمهم أو أنهم ما زالوا هنالك في السعودية. فمطالبتنا كانت واضحة وهي الإفراج الفوري والكشف عن حالة هؤلاء المختطفين. طيب إلى جانب هذه التظاهرات، في أي أصعدة وفي أي مستويات كانت تحركاتكم إلى حد الآن؟ نحن تحركنا على جميع المستويات الدبلوماسية والعلاقات الشخصية، ونحن اليوم نقف أمام وقفنا أمام القنصلية في إسطنبول، القنصلية السعودية، خوفا مما جرى وحصل مع المواطن السعودي جمال خاشقجي وما حصل معه، فالرعب دب في قلوب أو أهالي المختطفين، فنحن نخشى على هؤلاء مما قد حصل مثل ما حصل مع جمال خاشقجي، فنحن نعرف عنهم شيء، فبالتالي نحن نتحرك على جميع الأصعدة. ومن هذا المنبر أيضا نؤكد مرة أخرى نطالب الحكومة السعودية ملكا وولي عهد أن يتدخلوا وأن يبين الحقيقة، من الذي طالب بالقبض عليهم؟ فحكومة الوفاق الوطني خرجت بيان وأنهم قالوا نحن لم نطلبهم ولا يوجد عليهم أي سوابق، يعني يجب عليهم الآن أن يبيننا أين هؤلاء الذين تم اختطافهم. طيب كذلك وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، يعني حكومة معترف بها دوليا معترف بها عالميا، إلى اليوم لم تستطع أن تعطي خبرا صحيحا أين هؤلاء الشباب، أين هم الآن؟ يعني معترف بها دوليا ولا تستطيع أن تأتي حتى بخبر أين هم الآن، فقط أين هم؟ نعم. طيب بعد هذه التظاهرات التي قمتم بها، هل صدر أي تفاعل رسمي على هذه المطالب سواء من الجانب الليبي أو غيره، خاصة أن الجانب الليبي كما قلت أو الجهات المسؤولة نفت أن لها أي علاقة؟ نحن حقيقة لم يتواصل معنا أحد من الحكومة الليبية إلى الآن، بل نحن لدينا شكوك، يعني عندما الحكومة لا تستطيع أن تعطي حتى خبر ونفت ثم استعدت حتى خبر أين هم، فنحن حقيقة تأتينا شكوك وتأتينا بعض الأسئلة وبعض الأخبار لا ندري بصحتها، أنه أن أمر القبض قد صدر من حكومة تتبع طرابلس. شكرا. نحن لدينا شكوك ولم يتواصل معنا أحد إلى الآن، لا مع الأهالي ولا مع المنسقين، لم يتواصل أحد معنا من الحكومة، تواصلنا فيما سبق وما زالت المساعي متواصلة، ونحن قد قدمنا مذكرات في عدة منظمات حقوقية في سويسرا وفي غيرها. طيب سيد يربوع، إذا نفهم من حديثك أنه ليست هناك أو ليس هناك أي نوع من التواصل بينكم وبين السلطات الليبية؟ إلى اليوم لم يكن تواصل، فيما سبق موجود التواصل، نحن متواصلين مع، كانت هناك اجتماعات خاصة في البداية، كان اجتماعات يعني كثيرة، استمعنا مع رئيس المجلس واستمعنا مع نائبه أحمد معتيق واستمعنا أيضا مع وزير الخارجية، كله كلام في كلام، لا يوجد أي كلام واضح وكلام صريح، واليوم بعد المظاهرة لم يتواصل معنا أحد. شكرا لك منسق تظاهرة المعتقلين الليبيين في السعودية السيد عبد الباسط يربوع، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا لك. ينضم إلينا حول هذا الموضوع أيضا عبر الهاتف من جنيف رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان جمعة العمامي، أهلا بك سيد جمعة. هل كانت لكم أي تحركات متعلقة بموضوع المختطفين الليبيين في السعودية؟ أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. هذه القضية تم تداولها من أكثر من جهات، وكان للتضامن أيضا دور في تعريف بقضيتهم أمام، هو أهم شيء في نراه أنه هو فريق العمل ضد الاختفاء القسري، قد قدمت بلاغات على ثلاثة منهم، وفريق العمل تواصل مع الجهات السعودية وينتظر في ردودهم الرسمية منهم. أيضا هناك كان فيه نشاط في 2018 مارس يعني أمام
عندنا قادم مجلس حقوق الإنسان، قامت التضامن ومنظمات أخرى سويسرية بالتعريف بقضيتهم أمام في ندوات وأيضا في حملات تعريف بقضيتهم. طيب، ولكن سيد جمعة، حتى إذا كانت هناك أصوات مقارنة بأصوات المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية التي عادة ما تخرج حول عمليات كهذه، هذه الأصوات يعني هي أصوات لم تسمع حتى، يعني لماذا لم نسمع أصوات المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية خلال كل هذه الفترة؟ هي في جميع القضايا اللي هي يتم التعريف بها يعني تأخذ وقت، حتى لأن لابد أن نعلم أن احنا نتحرك في مجتمع وفي مستويات منظمات هناك من العديد من القضايا مختلفة، فالتعريف بالقضية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى عمل دؤوب مستمر حتى تتبناه جهات تكون معروفة دوليا. ومن هذه النقطة تنطلق تعريف القضية وفعلا التأثير في الرأي العام والتأثير في مجرياتها. ولكن نرى أيضا قضية فرق العمل هذه، رغم أنها بطيئة، ولكن هناك نتائج. أولا التعريف بهذه القضية بأن الجهات اللي هي المسؤولة، مثلا الجهات السعودية في هذه الحالة تعرف الآن بأن هناك من يتابع في هذه القضية، وهذه مهمة جدا يعني لحماية هؤلاء الأشخاص. ذاك معلومات كثيرة، لأن السلطات السعودية يعني قامت باعتقالهم في وقت معين في مكان معين، وهي تتحمل هذه المسؤولية. طيب نعم، هو فعلا هناك نتائج، ولكن إذا قارناها بهذه الفترة الطويلة يعني أكثر من سنة ونصف تقريبا، يعني اليوم السعودية تتعرض لحملة انتقادات كبيرة متعلقة بحقوق الإنسان ومتعلقة بالحريات، هل ستكون هذه التظاهرات التي شاهدناها مثلا في إسطنبول مجدية أكثر من أي وقت مضى؟ هي أحد النشاطات والمناشط التي تقوم بها سواء كانوا أهالي ضحايا أو المنظمات المجتمع المدني للتعريف بهذه القضية. هذه هي وسائل تستخدم في التعريف بقضايا مثل هذه القضايا، تحتاج إلى وقفات أكثر، تحتاج إلى التعريف بقضية في مجالات أخرى في جميع الأوقات وفي جميع مراحل التي يستطيع أي جهة سواء كانت أهالي الضحايا ومنظمات اللي هي تبنت مثل التضامن تبنت هذه القضية، ودائما الحديث عليها والتعريف فيها وإصدار البيانات والمواصلة مع الجهات الرسمية حتى يعني نصل إلى النتائج. هذه هي الطريقة الوحيدة بالنسبة لنا إحنا كمنظمات ومجتمع مدني. لكن العبء الكبير يأتي على السلطات الليبية التي هي قادرة فعلا أن هي تقوم بأكثر من هي تقوم به الآن. هي ليست نريد منها فقط أن تنفي بأن لم تطالب بقبض عليهم أو تسليمهم، ولكن لابد أن يكون لها نشاط أكثر بها أن هي تتواصل مع السلطات السعودية ومعرفة هذا هو أصلا يعني عمل الرئيسي للقنصليات والسفارات اللي هي في الدول. وصلت الفكرة، شكرا لك رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان سيد جمعة العمامي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف، شكرا لك. يوافق اليوم مرور 3 أعوام على توقيع الاتفاق السياسي من قبل أطراف ليبية في مدينة الإسخيرات المغربية، وذلك في 17 من عام 2015. هذا وجاء توقيع الاتفاق عقب حوار سياسي استمر لأكثر من عام بعد أن بدأت أولى جولاته في 25 من سبتمبر 2014 بين أعضاء عن مجلس النواب وأعضاء مقاطعين له. Thank you.
ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الباحث والأكاديمي فرج دردور، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مصراتة الناشط السياسي أحمد الروياتي. أهلا وسهلا بكما عبر شاشة ليبيا الأحرار. أبدأ مع السيد دردور، الآن وبعد مضي 3 سنوات على توقيع اتفاق الاسخيرات، ما الذي حققه سيد فرج هذا الاتفاق للمواطن الليبي؟ مساء الخير ليك ولضيوفك الكرام والمشاهدين أيضا. هو حقيقة لم يحقق يعني شيء إلا إذا كان اعتبرنا لربما كبح بعض جماح المتغولين المتطرفين الذين كانوا يريدون إشعال ليبيا في حرب مستمرة. هذه حقيقة كبحت كثير من هذه العمليات الحربية. لكن في حقيقة الأمر هو الاتفاق أصلا يعني مجرد ما تذكر كلمة اتفاق هذا يتبادر إلى ذهنك بأن هناك إشكالية سبقته، بمعنى الاتفاق ليس هو الأصل في الموضوع، ولكن الأصل في الموضوع هو الإشكاليات التي سبقته، وهذه حقيقة هي حروب وبناء مقابر وتدمير مطارات وطائرات وحرقها وتهديم مدن كاملة وفي الشرق والغرب في كل مكان، وبالتالي نحن أتينا لهذا الاتفاق. الاتفاقيات في العادة دائما هي نجاحها نسبي، وتطبيقها ونجاحها يعتمد على مدى نية المتحاورين في تطبيق بنود الاتفاق. وإذا اعتبرنا أن الاتفاق تم حقيقة بين متطرفين دينيين وبين متطرفين عسكريين وبحضور مجتمع مدني وبين متشبتين في الكراسي، فإنه لا يمثل حقيقة إرادة الشعب الليبي، أي بمعنى أن الشعب الليبي لا يوجد بينه أي خلافات حتى يحتاج الاتفاقيات. الشعب الليبي متضامن متماسك بالرغم من المحن التي مرت به، ما زال هذا الشعب حقيقة لم يرضى على كل ما الذي يحدث. سيد فرج، الاتفاق جرى بين أجسام سياسية قائمة وهي ممثلة عن عديد من أطياف الشعب الليبي، جل هذه المؤسسات لا التي حضرت هذا الاتفاق جاءت عن طريق صناديق الاقتراع، وبالتالي هي ممثلة بشكل أو بآخر عن المواطن الليبي. لا، هو المجلس النواب تقريبا نسبة التمثيل تقريبا 16%، مثلا عقيلة صالح التي هو يعتبر رئيس البرلمان تقريبا صوت له 700 يعني عنصر، ولا اعتقد يعني شيء مضحك ان اقول ان مجلس النواب مثلا على سبيل المثال يمثل إرادة الشعب الليبي، والشعب الليبي قاعد ما زال يصرخ يوميا بان هذه الاجسام لا تمثله. المؤتمر الوطني او بقايا المؤتمر الوطني حقيقة يعني هم من كانوا سبب في الازمات اللي الان، حرق خزانات النفط، ازمة بنزين، حرق الطائرات والمطارات، ازمة سفر ومشاكل. نعم، ولكن تظل هذه إشكالية وستستمر، لأنه المقابر. من ذا الذي سيمثل الليبيين في هكذا محافل إن لم يأتوا عبر صناديق الاقتراع والانتخابات ولو بنسب قليلة؟ أتوجه إلى السيد أحمد الروياتي الآن. كان الهدف سيد أحمد من هذا الاتفاق هو إيجاد حل للأزمة الليبية وتسويتها أيضا، هل وأن هذا الاتفاق السياسي الاتفاق إسخيرات أمس اليوم إطارا للصراع عوضا عن الحل برأيك؟ أول مساء الخير سيد محمد لك ولبيتك الكريم ولكافة متابعي قناتكم. لعل الحقيقة تقول أنه يجب أن نضخم المواضيع وأن نضع الأمور في سياقها أو نؤصلها التأصيل الحقيقي. الاتفاق السياسي له ما له وعليه ما عليه. ابتداء يجب أن نعرف أنه عندما انطلق مشروع الاتفاق السياسي انطلق في أوضاع صعبة جدا على المستوى المجتمعي والسياسي. كانت البلاد على شفا الانقسام بالفعل، وكانت البلاد على شفا حرب أهلية حقيقية، ليست حتى حرب تحرير كما حصل 2011، لأن أفكار الثورة تحديدا أو ما مخرجات الثورة، ثورة فبراير، انقسمت أتباعها إلى تيارات شتى، تيار الإسلامي، تيار العسكري، تيار الليبرالي ربما لو حسبناه. هذه التيار في داخلها انقسامات أيضا، وصل الغلو من بعضها أننا وصلنا إلى انقسام حقيقي تحديدا في 2014 عندما حصلت حرب تجريبية وتبعها أو ما قبلها قليل، عندما انتخب البرلمان بناء على انتخابات لا للتنديد التي حصلت والكل يعرف كيفيتها في آنه، وانتقال مجموعة من البرلمان وعقد البرلمان خارج طرابلس، وحصول المشادة المعروفة أو الاحتدام المعروف ما بين حول قصة التسليم والاستسلام والتي استعملت من تيارات معينة، فتأجج الوضع إلى انقسام حقيقي. أرجع المؤتمر الوطني كجهة شرعية للتيار الذي قاد الحرب في طرابلس،
واصبح الممثل الاخر وهو البرلمان الجديد في المنطقه الشرقيه يمثل كتلة الفيدرالية الحقيقية في المنطقة الشرقية أو مجموع المنطقة الشرقية، وانفع أو انحاز إليه تيار العسكر في حينه، أي أنه تغير الأفكار. وفي تلك الأثناء كان هناك اهتمام شديد لإنشاء حروب حقيقية داخلية، منها ما سيحصل في طرابلس ومنها ما سيحصل في المنطقة الوسطى، خاصة بعد ما حصل أو حتى أنه قبل ذلك حصل إقفال الموانئ النفطية، أي أن الالتزامات كثيرة، إقفال الموانئ النفطية من قبل جدران في حينه هناك، واحتدام الصراع على مشارف طرابلس والمنطقة الغربية والجبل الغربي، كان الوضع خطير. شخصيا لو أصلت الاتفاق السياسي لقلت أنه على المستوى السياسي والمجتمعي حقق بمقدار 70% إنجاز جيد أراه، لأنه على الأقل استطاع أن يوقف نزيف الانقسام أو أن يوقف نزيف الحرب، وهذا جاء بعد ذلك بتدرجات كثيرة. أما لو قلنا على المستوى الاقتصادي تحديدا، أرى أنه لم يستطع إنجاح أي مشروع، وهذا ربما لا يحمل إلى الاتفاق السياسي، ربما يحمل إلى مخرجات. بالعودة للاتفاق السياسي، نعم سيد سيد أحمد، سيد دردور، هل وأن نصوص اتفاق الاسخيرات انعكست فعلا على أرض الواقع، أم أن ما جرى التوقيع عليه شيء وما هو واقع اليوم وبعد التوقيع على الاتفاق شيء آخر تماما؟ هو لابد أن يعني نعلم جيد بأن الاتفاق لم ينفذ أو لم يطبق، أو أنا أؤكد لك لو أن الاتفاق تم تطبيقه وتنفيذه أن حقيقة بنوده هي كافية ووافية لأن تحل جميع الإشكاليات اللي موجودة في ليبيا، وهذا حقيقة يعني أنا أعتقد بأن كل ما تم في الاتفاق السياسي والبنود هو تم بطريقة علمية، بطريقة يعني تكفل حقوق الجميع، إلا أن حقيقة أن بعض الأطراف للأسف الشديد التي ذهبت لطاولة الحوار كانت تعتقد بأنها سوف تأتي بأكثر مما تطلبه، وفي الاتفاقيات عادة يكون العكس. أيضا هناك أطراف ذهبت وهي ضعيفة، وفي أثناء الحوار أحست بأنها لربما صارت لها قوة، وهي قوة عسكرية مثل ما يعرف في ذلك الوقت بالدقيق، وصل، وبالتالي يمر بعض أعضاء مجلس النواب كانوا يقولون الدقيق يمر، وهم يقصدون السلاح، والاتفاق لا يمر، وهذه انتكاسة حقيقة حصلت أثناء الحوار في حد ذاته، وبالتالي هذه الأطراف في ذلك الوقت كانت تعتقد بأنها صارت لها القوة بأن تستطيع أن تنكفي على الاتفاق وأن تستولى على البلاد بالقوة العسكرية. أيضا هناك بعض بقايا مؤتمر الوطني للأسف الشديد، يعني بعد ما دخلوا الاتفاق انسحبوا منه وصاروا يتحدثون بوصاية عن ثورة فبراير وأن ثورة فبراير لم تأتي إلا بهم، وبالتالي حقيقة صارت هناك مشادات ومناكفات أفشلت الاتفاق وأضعفته، وصارت حتى يعني أيضا لا ننسى أن موضوع المحاصصة السيء حقيقة في موضوع المجلس الرئاسي وتوسيعه أيضا أدى إلى هذا الضعف أو هذا. لا تنسى طبعا أن الانقسام نفسه في حد ذاته الانقسام السياسي والذي تبعه انقسام أمني وانقسام عسكري وتبعته جريمة وانتشار الميليشيات، طبعا هذا قلل من هيبة الدولة، وأنت لا تستطيع حقيقة أي جسم سياسي أو أي حكومة تنفيذية لا تستطيع أن تعمل بشكل جيد أو مثالي في ظل عدم وجود هيبة للدولة. هناك قبائل تقفل النفط، قبائل تقفل المياه، قبائل تهدد، قبائل تحايل أن تهجم على العاصمة، وبالتالي حقيقة صارت كل مدينة يعني منفلتة عن السلطة السياسية الحقيقية في العاصمة مثل أي دولة في العالم، وبالتالي صارت العاصمة لا تسيطر على أطرافها أو على كمقر سياسي، وبالتالي صار حدث هناك انفلات وحدث هناك تمرد بعض المدن. النقطة سيد فرج، أتحول السيد الروياتي، الاتفاق كان يقضي بتوحيد مؤسسات الدولة الشرعية وباقي المؤسسات السيادية الأخرى، بيد أن الانقسام سيد أحمد ما يزال حاصل رغم مضي 3 سنوات اليوم على هذا الاتفاق وتوقيعه. نعم سيد محمد، الحقيقة تقول أن الاتفاق لم يطبق على أرض الواقع حتى الساعة، لأنه هناك طرف معين في المنطقة الشرقية لا زال يأبى الدخول إلى هذا الاتفاق، وإن كان يستعمله في
في بعض المواضيع الأخرى لإصباغ الشرعية على نفسه من خلال أو للحصول على مكاسب معينة، ولكن يجب أن نغفل أنه بتوقيع هذا الاتفاق أصبحت الصفة أو الصبغة الشرعية تصب على كافة الأطراف الليبية، لأنه في فترة معينة كانت المنطقة الغربية بكل تياراتها السياسية والرسمية وغير الرسمية وتوجهاتها، ومنها المؤتمر الوطني الذي تحول إلى مجلس دولة والذي يمثل شرعية معينة، والقوة العسكرية بكافة أطيافها كالمناطق العسكرية وغيرها كانت في خبر كان تحت مفهوم عدم الشرعية. وكما قلت لك كان هناك تغول كبير وربما حتى ربما وصل إلى محاولة تدخلات دولية في محاولة ضرب تيارات معينة كانت أقلية ولكنها تغطي جغرافيا المنطقة الغربية في عمومها. لذلك لو قلت في عموم موضوع التوافق الاتفاق السياسي أستطيع أن أعنونه بأنه على الأقل استطاع أن يظهر التيارات المدنية والشعبية الليبية الحقيقية وهي الأكثرية على حساب التيارين اللذين كانا يتخاصمان بقوة ويتخادفان مفهوم الشرعية، ولأكون أكثر صراحة هما تيار الإسلام السياسي المتشدد وتيار العسكري الذي كاد يوصل بالبلاد إلى شق الهاوية ولا زال، ورغم ولولا الاتفاق السياسي الآن لتغول هذين الطرفين ووصلا البلاد إلى الهاوية، والدليل أنهما حتى الساعة هما أكثر من ينافسان ولا يريدان الدخول إلى التوافق السياسي رغم أنهما مصبوغان به ورغم أنهما يتحصلان حتى على الشرعية من خلاله، ولكن بيان لأن كل منهما هو الطرف المتشدد في الفكرة الموجودة في تلك المنطقة، يعني نستطيع أن نصبغه بالمفهوم السياسي المعروف أقصى اليمين المتشدد أو أقصى اليسار المتشدد في مفهوم أو فكرة معينة. الاتفاق السياسي كما قلت وأقول ربما على المستوى الاقتصادي لم يستطع أن يحل الأزمات، رغم أن هذه الأزمات أيضا لا تحسب للاتفاق السياسي، فالكل يعرف أن الأزمة الاقتصادية اللي مرت بها ليبيا والذي جعل من الدينار ينهار وما شابه أيضا من أمور اقتصادية أخرى للدولة كان سببه إقفال النفط لأكثر من سنة، إضافة إلى الحروب التي استنزفت الكثير من الأموال والنهب في المال العام الذي حصل في طرابلس تحديدا في فترة زمنية طويلة، كله أدى إلى ذلك، وذلك ربما حتى العملية الاقتصادية لا يقبل اللوم عليها إلى المجلس الرئاسي رغم أنه كان المطلوب منه أكثر من ذلك، أي أنه المجلس الرئاسي وهو الأداة التنفيذية التي خرجت من الاتفاق السياسي ربما هي أيضا أصبحت جسم يحاول أن ينظر إلى تواجده نظر المحافظ على مراكزه ومصالحه أكثر من كونه جاء بيمثل مشروع التوافق ما بين طرفين متخاصمين، أي أننا أصبحنا أمام إشكالية جسم جديد، هذا ما يمكن أن يقوله البعض وأنا ربما أتحفظ عليه قليلا لأنه لا زال لدي أمل، وخلال تصريحات المجلس الرئاسي الجسم التنفيذي الموجود والذي دائما يقول أنه يبحث عن خروج آمن يبحث عن خروج يزيد من مفهوم التوافق وهو تحديدا الحصول أو الذهاب إلى انتخابات وهو ربما ما أؤيد مؤخرا في مؤتمر برلين رغم رفض الجسمين الذين حققا التوافق، لا يؤكد أن الجسمين نفسهما أو الأطراف المتشددة في الجسمين البرلمان والدولة هما من يزالان يعطلان مشروع التوافق ويلقيان اللوم على الأطراف التي وقعت بدليل أنه لم يتحقق. نعم وصلت فكرتك سيد أحمد. سيد فرج دردور، وبعد التعديلات التي أجريت على الاتفاق السياسي والتقارب الحاصل ما بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، تقارب حينا وخلافات حينا آخر، ومع قرب أيضا المؤتمر الوطني الجامع، ونحن اليوم مع يعني انتظار سنة 2019، هل برأيك في ظل كل هذه المعطيات ستحل هذه الأزمة ولو نسبيا، سنشهد انفراجا في الأزمة الليبية في إطار هذا الاتفاق وبقيادة المجلس الرئاسي في العام الجديد؟ لا، هو حقيقة يعني مؤتمر باليرمو حول ليبيا كشف الكثير من الأوراق، وأعتقد أن ما تفضلت به صار من الماضي، أي بمعنى أن ما حصل في مؤتمر باليرمو هو عملية سحب بساط من تحت تعديلات مجلس الدولة ومجلس النواب، وأن جلبوا السيد خليفة حفتر ليوافق على استمرار السيد السراج حتى بداية انتخابات، وبالتالي أعتقد الرؤية صارت واضحة، هو الذهاب إلى مؤتمر جامع وتجاوز مجلس الدولة ومجلس النواب اعتبار سيبقون بشكل يعني ظاهري بتنفيذ بعض القرارات التي يطلبها منهم المؤتمر الجامع على شكل إلزامي إلى حين التخلص منهم. أما أعتقد مسألة التعديلات
الآن صارت من الماضي، وأن الخطة واضحة، هناك مؤتمر وطني، وما ينبثق عنه هو سوف يكون خريطة أو خريطة سياسية للانتخابات القادمة والدستور. أما غير ذلك فأعتقد يعني هو مضيع للوقت، وبدأ يعني ضيعنا فيه السنوات الطويلة ولم نحقق شيء. هناك بعض الأطراف عندما يحدث عليها ضيق تتجه للتقارب، أو مثلا على سبيل المثال يتجهون للاستجداء والطلب التدخل الأجنبي، مثل ما يفعل يعني بعض أعضاء مجلس النواب الآن في روسيا الذين يستجدون احتلال ليبيا من روسيا. وبالتالي أعتقد في ظل هذه الفوضى العارمة لا يمكن أن يكون أحد يتمسك بزمام الأمور إلا السيد غسان سلامة. هذا طبعا ليس كلامي، ولكن هذا هو ما يبدو واضحا، ونعمل أن فعلا أن نذهب إلى انتخابات ونتخلص من كل هذه الأجسام التي صارت حقيقة تتجه بهذه إلى الفكرة جزء على الأقل بعض منها إلى العمالة والخيانة. نعم بهذه الفكرة سيد أحمد روياتي، وفي أقل من دقيقة، يعني هل يمكن الآن الحديث عما بعد اتفاق الصخيرات والمجلس الرئاسي، أم أن المجلس سيستمر بهذه التركيبة والأزمة بالتالي والمناكفات الحاصلة ما بين المجالس السياسية الموجودة في الدولة الليبية ستستمر في العام المقبل؟ للأمانة سيد محمد لازال المشهد صعب وصعب جدا. أنا رغم تأييدي لما قاله السيد دردورة بخصوص أن المؤتمر الجامعة ربما يكون هو الحل لنذهب إلى انتخابات كاملة لنلغي هذه الأجسام الموجودة والترعة، لأن أرى أن المشهد لازال صعبا، وأرى أن توافقات بين هذين الجسمين هو ما يجب أن يؤكد الذهاب إلى مؤتمر الجامعة. المؤتمر الجامعة لن يعطيك إلا شرعية مجتمعية، لن تستطيع أن تحقق شرعية يمكن من خلالها عدم الطعن عليها بأي شكل من الأشكال، أو خروج أي شخص عليها من المشهد للقول أنه مشهد أو توجه سياسي جديد خارج المشهد السياسي. ولذلك ربما أنا أجد الحل في حراك جديد، مثل حراك لا للتنبيل ولكن بشكل آخر يمهد لضغط مجتمعي كبير على كلا الجسمين للرضوخ للذهاب إلى المؤتمر الجامع ويوقعان قبل الأطراف الأخرى على الذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل الصيف القادم. هذا ربما هو المشهد الوحيد الأقرب للواقعية. أما غير ذلك فهذين الجسمين لن يتخليان على مركزيهما، وأيضا المجلس الرئاسي كلما ظل هذين الجسمين متخاصمين فهو في مصلحته ليظل أطول فترة ممكنة في الحكم، فهذا يحسب له سواء على 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 على, على مستوى المصلحة الاقتصادية أو حتى على مستوى المصلحة السياسية. أشكرك شكرا جزيلا الناشط السياسي أحمد روياتي، كنت معي ضيفا عبر الهاتف من مصراتة، كما أشكر ضيفي الذي كان معي عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الباحث والأكاديمي فرج دردور، أشكركما شكرا جزيلا. أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف قرارا بإعفاء مدير مديرية أمن بنغازي صلاح حويدي من مهامه وتكليف عادل عبد العزيز بدلا عنه. يأتي ذلك في وقت أعرب فيه عدد من النشطاء ببنغازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم من ارتفاع معدل الجريمة وتسجيل حالات اعتداءات وسطو بحق مواطنين ومؤسسات الدولة. الحديث عن الأوضاع الأمنية يعود إلى الواجهة من جديد في بنغازي بعد تسجيل العديد من حالات السطو على مواطنين واعتداءات على مؤسسات الدولة بالمدينة. وتفاعلا مع هذه التطورات عبر نشطاء من بنغازي عن قلقهم إزاء ارتفاع معدل الجريمة بشكل وصفوه بالكبير خلال هذه الفترة، مؤكدين أن عدة مناطق في المدينة تعد خارج نطاق سيطرة مديرية الأمن وفق قولهم. مقر النيابة ومحكمة شرق بنغازي تعرض في وضح النهار الأيام الماضية للهجوم من قبل مسلحين بهدف تهريب موقوفين داخلها، وهو ما اعتبرته المنظمة الليبية للقضاء دليلا على تدهور الأوضاع الأمنية وعجز السلطات عن القيام بواجبها في بنغازي. وفيما اعتبره البعض أولى الردود الرسمية على هذا الانفلات، أعفى وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف مدير مديرية أمن بنغازي صلاح لهويدي من مهامه وكلف عادل عبد العزيز بدلا عنه. ساعات بعد هذا التكليف قدم صلاح هويدي اعتذاره عبر صفحته بفيسبوك لسكان بنغازي عن ارتفاع وتيرة الجريمة خلال الأسبوعين الماضيين، مرجعا ذلك إلى انشغالهم في تفعيل ولملمة ما تبقى من مديرية الأمن، إضافة إلى افتقارها لمقار وقوات عمومية فعلية على حد تعبيره.
ورغم المجاهرات الأمنية في الشوارع والمفترقات الرئيسية ببنغازي، إلا أن الأجهزة الأمنية وفق شهادات بعض السكان عاجزة عن مواجهة المجموعات المسلحة التي انتشرت بشكل كبير بعد الحرب الأخيرة. ويأمل أهالي بنغازي أن ينجح مدير الأمن الجديد في توفير الحد الأدنى من الأمان في مدينة عانت ويلات الحرب لأكثر من 3 سنوات، فقدت فيها الكثير من أبنائها ودمرت خلالها أبرز معالمها تحت شعار تحقيق الأمن والأمان. إذن مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. العمامة التارجية تراث مميز لأهلها وطقوس خاصة في لفها. الأحزاب التقليدية الموجودة لن تنجح في إعادة إنتاج نفسها. شبكة الفساد قادرة على أن تتلاعب بما يمكن إنزاله من نقد في قرارات بعد تعديل سعر الصرف. لم نرى وجوه هؤلاء إلا وهم يتصدرون بعض الوزارات أو الأمانات واللجان الثورية ويشتركون في النهب المنظم للدولة الليبية. إن كانت المرجعية هي الإعلان الدستوري فلا شرعية لأحد في حكم ليبيا اليوم. الحكومات المتعاقبة لم تكن حرية الإعلام وحماية الصحفيين هي الأولوية بالنسبة للسياسيين في ليبيا. نحن لا نريد أن نخون بعضنا البعض، لا نريد أن نعلق فشل الحاضر على الماضي وفشل المستقبل على الحاضر. الذي فوضت من خلاله أو من أجله أو بسببه الولايات المتحدة الأمريكية إيطاليا، أولاً لأن هناك عامل تاريخي وهو أن دولة إيطاليا بالرغم أنها كونت دولة مستعمرة سابقة لليبيا ولكنها تبقى إلى حد كبير هي الدولة الأقرب سياسياً واقتصادياً لليبيا. الملف يأتيكم في الأوقات التالية. المعتقلين الليبيين في السعودية يؤكدون سعيهم لتدويل القضية ويحملون الرياض مسؤولية سلامة أبنائهم. مرور 3 سنوات على توقيع الاتفاق السياسي بالإسخيرات المغربية وسط أمان تعلق عليه وخلافات تدور بشأنه. بعد تكرار الخروقات الأمنية وارتفاع وتيرة الجريمة بالمدينة، داخلية المؤقتة تكلف مديرا جديدا لمديرية أمن بنغازي. أهلا بكم من جديد. وصف رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوفاق عبد الرحمن الطويل اتهام أفراد الحراسة بحقل الشرارة بالخروج عن القانون والخيانة بغير المسؤول. هذا وأوضح الطويل في مداخلة سابقة مع قناة ليبيا الأحرار أن أفراد الحراسة يحمون الحقل دون أن يتقاضوا أي مرتبات أو اهتمام بحياتهم اليومية منذ 2014، مضيفا أن تراكم المشاكل جعلهم في وضع صعب على حد قوله. وأشار الطويل إلى أن الأفراد في الحقل مستعدون للخروج منه في حال تسلم حقوقهم، وأنهم سيتعاملون مع المشاكل داخل الحقل إذا تم توفير بعض الإمكانيات اللازمة لذلك. في سياق ذي صلة، قال عضو حراك غضب فزان أسامة الوافي إن آمر الكاتبة 30 مشاة أبلغهم أن ممثلين عن المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط سيتفاوضون معهم لإيجاد تسوية تنهي إغلاق حقل الشرارة النفطي. وأكد الوافي في مداخلة سابقة عبر شاشة الأحرار أن مطالبهم خدمية وهم متمسكون بتنفيذها عن طريق الإدارات التابعة لوزارة حكومة الوفاق وبمتابعة وإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أكد الناطق باسم عملية الكرامة أحمد المسماري إصدارهم أوامر قبض بحق عناصر تابعة لهم ظهروا في مقاطع فيديو يهددون إحدى المدن وإحالتهم إلى التحقيق. وقال المسماري إن بنادقهم لن ترفع في وجوه الليبيين ولن توجه لأي مدينة أو قبيلة ليبية، مشيرا إلى أنهم سيلاحقون أي مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص إداريا
وقانونيا على حد تعبيره. شدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على ضرورة الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية وفقا لمبادئ الديمقراطية. وحذر المجلس في بيان له الاثنين بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير سرت، حذر من محاولة ما يعرف بتنظيم الدولة إعادة ترتيب صفوفه في مناطق أخرى، مطالبا بألا تتوقف عمليات الرصد والمتابعة والمواجهة وفق نص البيان. بحث رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح متطلبات تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وأكد السراج خلال اللقاء الذي عقد الاثنين بطرابلس حرص حكومة الوفاق على دعم المفوضية لضمان نجاح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بخبرات دولية لتقديم المساعدة الفنية والتقنية لمفوضية الانتخابات تحت إشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا. فوضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الاثنين مديريات الأمن المحاذية للحدود التونسية بتسيير دوريات على طول الحدود الغربية بالتنسيق مع حرس الحدود والمنشآت النفطية. هذا وأشارت داخلية الوفاق عبر صفحتها بفيسبوك إلى أن المديريات المكلفة بحفظ الأمن على الحدود الليبية هي باطن الجبل، نالوت، الجميل ورجدالين. وفي سياق متصل، نفى مدير أمن معبر راس جدير الحدودي مع تونس عبد السلام العمراني أي اعتداء من قبل الجانب التونسي على المسافرين الليبيين القاصدين الأراضي التونسية. وقال العمراني في تصريح لليبيا الأحرار الاثنين إن حركة مرور المسافرين في المنفذ تسير بشكل طبيعي منذ انتهاء الاحتجاجات في بلدة بنجردان التونسية قبل أيام، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على تسهيل إجراءات دخول المسافرين التونسيين والليبيين إلى البلدين بالتنسيق مع السلطات التونسية بحسب قوله. أصدر المجلس الوزاري بالاتحاد الأوروبي الاثنين قرارا بتوسيع صلاحيات بعثته لضبط الحدود في ليبيا إلى 30 من يوليو لعام 2020 بموازنة مالية ستبلغ أكثر من 61 مليون يورو. ويأتي القرار الأوروبي بحسب بيان المجلس استجابة لطلب من السلطات الليبية لتغطي أو تعطي بموجبه مهمة البعثة محاربة شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في عمليات تهريب المهاجرين، بعد أن كانت مهمتها تقتصر على التخطيط لعمليات مدنية في مجال ضبط الحدود. أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي ضبط 11 مهاجرة غير نظامية وستة أطفال من جنسيات مصرية وسودانية وتشادية. وقال مدير مكتب الإعلام بالجهاز أمجد الورفلي إن المهاجرين يمتهنون التسول في شوارع بنغازي، مشيرا إلى إحالتهم لمركز إيواء جنفودة بعد استكمال الإجراءات القانونية حيالهم. أكد مدير مكتب الإعلام بهيئة الرقابة الإدارية أيمن الجليدي تحصل ليبيا على منصب رئاسة المكتب الإقليمي لمنظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة هما. هذا وقال الجليدي في تصريح لليبيا الأحرار الاثنين إن حصول ليبيا على هذا المنصب يأتي بعد مشاركة وفد رفيع المستوى من هيئة الرقابة في الاجتماع الدوري السادس لمنظمة أوما المنعقد في رواندا، واصفا التتويج بالفوز الدبلوماسي المهم لليبيا على المستوى الإقليمي والدولي بحسب تعبيره. أحيا فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالزاوية اليوم العالمية للأسرة العربية بالتعاون مع جامعة الزاوية ومديرية أمن المدينة. وتضمن الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين المحليين وأهالي الزاوية تكريم الأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى تكريم الأسر التي تعول الأشخاص ذوي الإعاقة.
نحن في وجود الآن بعض النزاعات والمشاكل الاجتماعية وغلاء المعيشة اللي أثر على أسرتها، على الأقل الآن نحاول ندرس جملة من المواضيع لنطلع بخلاصة في بعض التوصيات اللي حالتها جهة الاختصاص ومتمثلة في المجلس البلدي وباعتبار الجامعة بيت خبرة لوضع حلول هذه المشاكل. مشاركتنا اليوم هي بشكل أساسي تعتبر دعم لكل المؤسسات اللي هي تحاول أن هي تنهض بالمدينة، كيف ما نعرفوا أن الأسرة هي اللبنة الأولى ولها دور كبير في الرفع من مستوى المدينة، يعني الأسرة هي من الطفل للرجل للمرأة، هذا كله يعتبر دافع قوي إذا كان احنا اهتمنا بهم. أقيم بقاعة نادي فارس الرياضي الثقافي الاجتماعي ببلدية الغريفة السبت حفل إشهار منظمة قرة العين للأم المبدعة وللطفل المتميز. نعم خديجة، وبحسب المسؤولين فإن المنظمة تهتم بشؤون المرأة والطفل والدفاع عن حقوقهم، إضافة إلى مساعدة العائلات ذات الدخل المحدود في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. منظمة ذات طابع إنساني اجتماعي تعني بالطفل وتوفير إن شاء الله احتياجات الطفل من أجل الاهتمام به والعمل على إحداث نشأ من أجل المستقبل بإذن الله. تهتم أصل المنظمة بالمرأة سواء كانت أرملة ولا مطلقة، من دوايين الاحتياجات الخاصة ولا حتى دويات الدخل المحدود. تعد الأعمام التربية جزءا هاما من الزي التقليدي في حياة الطوارق، ويتميز رجال الطوارق بوضع لثام يختلف نوعه ولونه بحسب العمر والمناسبات والمكانة الاجتماعية. يشتهر الطوارق بلباسهم التقليدي المميز، خاصة العمامة الترقية، حيث تتنوع وتختلف ألوانها وأشكالها حسب عدة معايير كالسن والقبيلة والمركز الاجتماعي. منذ القدم لها طقوس معينة، والشاب ما يلبسهاش أي شاب، وكان لبسها أي شاب يحاسب على أنه لبسها من غير ما يكون في طقوس لهذه اللبسة. وطبعا في لبس للشباب اللي ما شغت، وفي لبس للكبار السن، وحتى طريقة ربط العمامة، الشباب عندهم طريقة ربط العمامة معينة، والكبار عندهم طريقة ربط عمامة معينة، والفراح طبعا عندها ربطة معينة. طمنجود طريقة خاصة لارتداء العمامة الترقية، حيث تلبس في المناسبات والأحداث الهامة مثل العرسان وفرسان المهاري، وتتكون من أقمشة ذات قيمة عالية مثل الطاري أو الألوش. لبسة الشاش هذه لبسة طرقية، من نهار صارت طوارق طبعا الشاش هذا لابد، وعندنا طبعا في الأعمار معينة طبعا عندنا الأولاد من 15 ل 16 سنة هذين طبعا لابد يلبسوا هذه مقتنيات متاع جدودهم، لابد مهتمين بها. ما زال الطوارق على امتداد تواجدهم يعتبرون العمامة فخرا ومصدر اعتزاز لهم عبر العصور، حتى غدت جزءا من هويتهم الثقافية. هذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أهالي المعتقلين الليبيين في السعودية يؤكدون سعيهم لتدوير القضية ويحملون الرياض مسؤولية سلامة أبنائهم. مرور 3 سنوات على توقيع الاتفاق السياسي بالإسخيرات المغربية وسط آمال تعلق عليه وخلافات تدور بشأنه. وبعد تكرار الخروقات الأمنية وارتفاع وتيرة الجريمة بالمدينة، داخلية مؤقتة تكلف مديرا جديدا لمديرية أمن بنغازي. ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت ليبيا الأحرار دوت تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.